بالنسبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا المشروع، طبعا هو اسم المشروع مشروع المغني أو مشروع دراسة المغني لابن قدامة، وهو جزء من مشروع أكبر، وهو مشروع إنشاء كوادر فقهية تتصدر للإفتاء في الساحات الإسلامية. وأرجو أن تضعوا هذا المشروع الكبير في ذهنكم، أن الغاية الأخيرة من المشروع أو المشاريع التي نقوم بها إنشاء كوادر فقهية، وممكن نقول مشروع إنشاء فقيه، لأن هناك ندرة شديدة في الكوادر التي تقوم بفرض الكفاية. تعلمون أن وجود من يتصدى لنوازل الأمة، وهذا المستوى لا بد أن يكون يعني في الرتبة الثالثة من المجتهدين على أقل تقدير كما سأبين بإذن